إذا يمس تكس ويندو ريمايندر عفوا ريد نمبر والقوسين بستخدمها لإدخال قيم عددية للمتغير F تمام، يعني عشان أعطيه مثلا لما أجي أحكي له F insert number أو دخل لي رقم عشان أحط أنا insert number تمام، شو بعطيه أنا جملة text window dot read number عشان أنا أدخل قيم عددية تمام، ما أخليه يستنى. عشان لما أدخل ال F أحكي له مثلا 5 10 20 درجة الحرارة تمام، أنا أدخل القيمة، عشان أنا أدخل القيمة لازم أكتب أنا هذا الإجراء تمام. شوفوا شو بيصير يامس بالأول، راح أحكي هيو كيف أكتب البرنامج، أنا راح أحكي F اللي هو درجة الفهرنهايت، يعطيت رمز F شو يساوي text window dot dot read number عشان أدخل القيمة عددية تمام. أنا لما يجي يطبق هون راح يضل يستنى حتى أدخل أنا القيمة العددية أوكي. شوفوا يا مس هون حكينا text window dot read number تعريف المتغير لإدخال قيمة الحرارة الفهرنهايت، أنا راح أعطي رقم الحرارة الفهرنهايت 50 120 40. أنا هذا استخدمته عشان أدخل القيمة العددية أوكي. رقم 2 أحول القيمة الجبرية المعادلة الجبرية لتحويل القيمة الفهرنهايتية لدرجة حرارة تمام تي لوسية أوكي. هي سي شو تساوي 5 مضروبة في F ماينس 32 مقسومة على 9 أوكي. آخر إشي شو راح أحكي له، راح أحكي له text window dot write line T، يعني اطبع لي على سطر سي شو هي قيمة السي، قيمة المعادلة. إذا أنا دخلت له قيمة درجة حرارة فهرنهايتية 50 تمام، هيجي على المعادلة هون يحط بدل الإف 50، يعمل العملية الحسابية ويطلع قيمة سي. أدي قيمة سي نفرض إنه هون طلعت مثلا 10 أو 20 أوكي، قيمة سي 20 شو رح يطبع لي هون؟ ما رح يطبع لي كلمة سي، رح يطبع لي 20 اوكي، رح يطبع لي 20. امتى بيطبع لي سي؟ اذا كانت سي محطوطه بين دبل كوتيشن رح يحكي لي رح يطبع لي سي اوكي. اذا كانت سي موجوده بين دبل كوتيشن رح يطبع لي اياها زي ما هي، اذا ما كانت بين ولا اي شيء رح يطبع لي اياها كقيمه عدديه اوكي. هلا نيجي يامس على النشاط هون اوكي، نتبع هذا النشاط نعمل زوم عليه. شوفوا ادخل البرنامج الاتي، هي التكست ويندو رايت لاين انتر يور نيم. هلا النتيجه شو راح تكون؟ شوفوا ماي اندرسكور نيم ايكوال تكست ويندو ريد، يعني انا بدي ادخل الاسم اوكي. تكست ويندو دوت رايت لاين دبل كوتيشن هالو بلس ماي اندرسكور نيم بلس دوت اوكي. تكست ويندو رايت لاين هاو ار يو دوينج بلس ماي اندرسكور نيم بلس علامه سؤال. New string equal beginning small basic plus is fun وعلامة تعجب أوكي. وكل من لاحظ إنه بين double quotation تمام. هلا right window right line my string، هلا شوفوا شو رح يصير. هلا أول إشي باجي على السطر الأول text window right line أنا محطوطة بين double quotation رح يطبع لي إياها زي ما هي، هيطلع لي أول إشي enter your name بين نقطتين رح يطبع لي إياها زي ما هي لأنها موجودة بين double quotation. لا ماي نيم شو بحكي؟ دخل القيمه مثلا رح احكي له هبه تمام، هيجي يطبع لي قيمه هبه تمام. هون رح يطبع لي قيمه هبه. هلا بحكي له text window dot write line بدبل كوتيشن هلو، انا هلو بين دبل كوتيشن شو رح يطبع لي اياها زي ما هي هلو. هلا يا مس الاشاره شو يعني هاي الاشاره؟ الاشاره يعني ربط بين الجمل، يعني انا بدل ما اخلي كل وحده موجوده على سطر بدي اجمعهم كلهم عندي انا بنفس السطر موجودين عندي تمام. بيكونوا هلو بنبيها ماي نيم اللي هو هبه، بيطبع لي باخر إشي نقطه، يعني يحكي لي هلو فراغ هبه فراغ نقطه اوكي. فهم يا مس هون يعني عمليه ربط بين الجمل اوكي. هلا هون ماي نيم راح يدخل لي ايش اللي انا دخلته، لو انها كانت ماي نيم كمان موجوده بين دبل كوتيشن راح يطبع لي ماي نيم اندرسكور، يعني يطبع لي هلو my name under عفوا my underscore name لأنها موجودة بين double quotation، بس لو لأنها هون مش بين double quotation رح ياخذ القيمة المدخلة. رح نيجي نحكي يا مس هون text window dot write line double quotation how are you doing رح يطبع لي لأنها بين double quotation، زائد هي عبارة عن فراغ my underscore name هبة زائد علامة السؤال أوكي. يعني رح يحكي لي how are you doing هبة علامة السؤال. text window write line new string شو new string؟ رح يطبع لي اياها كامله تمام. beginning small basic بين double quotation